Hola, amigos. ايوه جبتي بطاطس مع جبن دايت يعني طبيعي وبيض مسلوق. على فكرة انا ما باكل الصفار، باكل بس الابيض، يعني انا ما باكله. وقاعدة عم بمنتج، صار لي 3 ايام عم بمنتج بهالفلوج. شايفين الخبز هذا؟ هذا الخبز هذا هو فنلندي تبع دايت، بيكون شكله هيك وكتير طيب وفيه سعرات حرارية قليلة ويعوض التوست. انا بشوف انه افضل من التوست. مش عم بحكي معكم بس لاني كنت مشغوله بكذا شيء. كنت مشغوله اول شيء انه انا احضر نومي ومنجلكم فيديوين عشان ينزلوا، واخذوا معي خاصه الفلوج، اخر فلوج. روحوا شوفوا، تعبت كثير في المونتاج تبعه، اخذ معي كذا يوم. واليوم الموعود اليوم 5/1/2021 اللي قلت لكم انه رح بلش فيه بثوث معكم على تطبيق الميت. واليوم رح بلش البث تبعي بكير، رح بلشه الساعه 8 الصبح لانه انا عندي كذا مشوار اليوم. اليوم عندي يوم عجقه كثير، رح تشوفوا في الفلوج. لسه عندي 45 دقيقه، فهال 45 دقيقه هي رح نظم فيها كل الكركبه هاي واجهز فيها المحاضره اللي بدي اذاكرها. سو ليتس جو، خلينا نشوف اليوم هذا كيف رح يكون معنا. حطوا لايك لهالفيديو، اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس، تابعوني على انستغرام، سووا كل هاي الشغلات. تخيلوا كنت عم بحكي معكم وانا مش شارب قهوة. اين لك هذا النشاط يا فتكات؟ كذا محاضرة عندي بنفس الوقت، فاتحة هون جوجل ميت، ناطرتكم انه اغلبكم يفوت عشان نبلش.
دلوقتي عندي خلصت معكم البث، سوينا 6 ساعات ما شاء الله. وبعدني في الدايت هذاك جبن طبيعي دجاج وكمان خيار. وقاعدة هون عم بحضر فيلم هندي بجنن، لازم تحضروه لانه قصته غير عادية، كل شي فيها غير عادي، هي قصة حقيقية سيرة ذاتية، تعطيكم طاقة إيجابية للدراسة وللحياة وللتفوق ولكل شيء. اسم الفيلم سبورت، رح أكتب لكم اسمه، روحوا شوفوه كتير بيعقد. فتحة هناك بث معكم. عم ذكر هون كارديولوجي. هلا على الاغلب رح انهي تصوير لليوم وبشوفكم بكره. باي. انا مجنونة يا جماعة او شو؟ لانه العمل تبعي مش رح اقدر اسويه الا شهر 3، وكمان هالشي مع مترجم، وشوفوا شوف اقدر افهم او لا. فشو مسويه؟ عم بفتح الناس بتسوي عمليات، مرة على القلب، مرة على الكبد، كل مرة بشوف شيء. هل انا شخص طبيعي؟ اكتبوا لي اذا انتو كمان بتحضروا هيك فيديوهات على اليوتيوب او لا، بتحبوا تشوفوا هيك عمليات او لا. الحباية العنيدة. هوبا، فوق على ميس مبك جول. هوبا، رجعنا ليكم، حنعلم تاني فيكم. يتقدم أستاذ كريم، الدكتور كريم أحمد حسنين. وما أدراك ما أدراك على الأخر. خليكي مركزة على البتاعة. بس يوم ما تنشن لازم تصيب. يا لهوي نط جامد. هي باجاتشي. One eternity later. بروفيشنال. ما شاء الله ما شاء الله. تحرز الهدف. بر 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 بر. برافو البطة الحزينة. وغرقنا. دبشة واقعة في ترعة. شو الولد الصغنن هذا بده ينط على كريم.
رجعت هلا للبيت وبدي اسرع على طول انه انا اسوي الكبسة، بدنا هيك نسوي لما ونسوي اكل. عم شوف هلا مشهد الغروب بجنن، بدي فرجيكم اياه. شوفوا ما شاء الله مشهد الغروب يا جماعة، كتير كتير حلو. دايما بحب اقعد في البالكون هيك وبطلع على شكل الغروب، واحيانا القمر كمان شكل القمر يكون كتير حلو. قررت اني اغير السكر بستيفيا، واشتريت هدول عشان بعد الجيم اكلهم لانه فيهم شوغر وهيك، وهي بذور اليقطين تقريبا هيك بيقولولها، لازين به طبق الشوفان. anyway المطبخ هناك ينتظرني. Down to the microbiology lab to find out the results. So then we can make sure she's on the right antibiotics. I'm amazed to learn that resident doctors don't just order blood work here. اوكي يا جماعة جهزت ما تأخرت عليكم. اعتقد انه كتقييم بعطي انه انا سويت منيح. بدي احكي لكم على شغلة اللي انا عم واجهها. كنت زمان لما اسوي قائمة مهام يا جماعة انه بس مثلا ما بذاكرش الصباح او ما بسويش المهمات اللي تكون علي الصباح، بيضيع علي يوم كامل، بقول خلاص اليوم اللي بعده. فهالشي غلط. الحمد لله انه تمرنت وتعودت انه الوقت اللي رح بلش فيه هو اللي ابلش فيه، فما بحصرش حالي لصباح لمساء، تكون يعني كتير مرينة. فاذا كنتوا بتعانوا بهالشي، المهارة هاي لازم كنت تكتسبوها. الشيء الثاني اللي انا بحب اطور حالي فيه انه انا بشتغل مهما كانت مشاعري. ففي ايام معينه انا ما صورت لكم هالشيء وكانت النفسيه مش اعلى شيء ممكن، فكان مردودي بالنتيجه منخفض. فعم حاول انه مهما كانت مشاعري شو بتكون اني انا اعود حالي اشتغل شغل، يعني شغل. من وجهة نظري الشخصية الموضوع له علاقة بالالتزام، ما لهش عنده اي علاقة لا بالتحفيز ولا اي شيء ثاني. التحفيز هذا كلام فاضي مش حيستمر، بدكم شيء يستمر معكم ويداين انكم تمرنوا حالكم على الانضباط. وهالشي هو اللي رح نشتغل عليه في الايام الجاية سوا، انه نتمرن انه احنا نكون ناس منضبطين. فمن المنصة هاي بدي اسوي هالتحدي هاد معكم، انه نشتغل على حالنا اكتر من الاستيقاظ بكير، انه نذاكر عشان ناخذ علامات منيحة. واذا كنتوا عم تشتغلوا فانكم تحسنوا من شغلكم او مردودية الشغل تبعكم. فان شاء الله بالفيديو الجاي رح تشوفوا فكرة مجنونة كثير وفكرة مختلفة كثير، فلازم كتير تتحمسوا للفكرة لانه رح تكون افضل من اي فلوج انا صورته في حياتي، وفكرة كثير مجنونة. فاذا انتم متحمسين حطوا هالايموجيهات. كمان قبل ما بروح بدي اقولكم صلحت الميكروفون لانه كثير منكم ميرة في مشكلة في الصوت. فشكرا على هدول التعليقات، هي تعليقات كثير فادتني انه انا احسن من الميكروفون تبعي. فبتمنى انه عم تسمعوني منيح. كلياتكم في التعليقات بدءا من يوم الاربعاء رح تكتبوا لي تحت في التعليقات شو رح تشتغلوا للاسبوع اللي جاي من يوم الاربعاء ليوم الثلاثاء، وعشان نقيم حالنا في الفلوج اللي جاي. وهيك رح تكون الفكرة انه كل يوم عم تكونوا ابديت معي في كل فلوج انه هل احنا عم نسوي تقدم او لا. بليز كونوا كتير لطيفين على حالكم ولا تحملوا حالكم طاقة اكبر منكم، لان الاحلام الكبيرة تبلش باهداف صغيرة. مو كلياتنا بيوم بنحقق كل احلامنا الكبيرة.
كمان اهتموا بصحتكم النفسية، واذا حسيتوا انه عم بتواجهوا ظروف معينة ما بتقدروا تغيروها فلا تفكروا فيها. شيء انا ما بقدر اغيره حاليا وزعجني كثير في حياتي ما بفكر فيه، بفكر في الاشياء اللي انا بقدر اغيرها. وهيك يا جماعة وصلني هيك الفيديو، بحبكم 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 معكم حبكم، بدي ارسم كلياتكم. عن جد يا جماعة بحبكم كتير، أنا صديقتكم المجنونة ميرا، بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. حطوا لايك لهالفيديو، اشتركوا بالقناة إذا بعدكم ما اشتركتوا، تابعوني على الانستغرام، صرت أنزل دايما هيك بوستات وصور لإلي برغم إنه أنا بكره الصور، بس إنه صرت بنزل صور. ديروا بالكم على حالكم، بنلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم. سلامات يا هوا بسليمة. Olé, 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 olé.